المشرح طريقة تركيب الربلات في السيارة. طبعا تركيبها جدا جدا سهل، ركب انت في البيت. اذا حبيت تروح كبرشة، وانا انا انصح فيه 30 ريال، توفر على نفسك وقت وجهد. طبعا طريقة التركيب، اول شيء لازم تعرف المقاس الخاص باللي حقك، لان لها مقاسات. هي في الان صورة توضح المقاسات بالسنتي كم تكون. طريقة اخذ القياس، ناخذ لنا ورقة زي كذا بشكل هذا، تكون افضل شكل مثلث. نحط عليها الخطوط بالمقاسات، مقاس A يكون تقريبا 4.5 سنتي، مقاس B 3.5، مقاس C 2.5، مقاس D 2.2، وباقي المقاسات ان شاء الله بكون في طريقة توضح لك نهاية المقطع كيف تاخذ القياسات. نجي على الياي. الان كذا الياي عندنا، نحاول ناخذ القياس من النص، لان غالبا يكون الياي صغير، الحلقات فيه فوق وتحت، والمكان القطعة يجب ان يكون في المنتصف. ناخذ الان عندنا الورقه هذه وندخلها بين حلقات الياي. شوف الان تقريبا واقفه عندنا، ما نقيس الفراغ، ما نقيس المسافه بين اليايات، لا نقيس الفراغ اللي بالنص. طبعا احنا الان ما احنا في النص هنا، تقريبا طالع دي، هو قياس سيارتي عندي انا دي. والان ناخذ الربر ان شاء الله ونوريكم كيف نركبها. ذكرنا القطع يجي لها مقاسات، كل سياره لها مقاس. انا عندي مثلا في الباجيرو قدام دي وخلف ايه، او نعم خلف ايه عندي. فالان نوضح طريقه التركيب. طبعا الان نرفع السياره حتى تتسع حلقات الياي وندخل فيها القطع ان شاء الله. حتى تكون القطع تدخل معك بسهوله، خذ لك مويه وصابون عاديه، ما يبغى لها اي شيء، تمسح بس مويه وصابون عاديه، تحط فيها القطعه وتمسح فيها حلقات الياي. او اذا عندك زيت سياره او اي زيت عادي يسهل الاحتكاك بس، عشان تركب معك بسهوله ما تتعب نفسك. الان ان شاء الله نبدا نرفع السياره ونوريكم طريقه التركيب. احنا استخدمنا العفريته الكهربائيه اللي عند المؤسسه هذه. الان نوضح بس الان كيف رفع السياره. بسم الله. رفعنا السيارة، لاحظوا ان حلقات الياي توسعت. ندخل القطعة في الصابون ونروح المكان اللي بنركبها فيه بالشكل هذا. هذا الان قطعة ثابته، تاكد منها انها داخله بجميع المسامات، ما في شيء داخل بالياي يعني، لان في لها فراغ بالشكل هذا. تاكد ان الفراغ ان الياي داخل هنا بشكل كامل. ثم يجي لها اسيان تثبيت، الان نثبتها فيها ان شاء الله. طبعا الان نزلنا السياره، طبق معنا اليايات، هذه السيم مدخله في الخرم الاول ونشدها مع الياي اللي فوقه. من الجهه الثانيه نفس الطريقه ونشدها مع الياي اللي تحت، يعني هذا الحين شدينا الربله مع الياي اللي فوق، الجهة الثانية نشد الربلة مع الياي اللي تحت. السلام عليكم.